هنعمل دلوقتي الوصفة التانية، البطاطس المخللة. وصفة حلوة جدا وسهلة قوي، ان شاء الله تجربوها تنبسطوا منها. بصوا معايا نص كيلو من البطاطس المسلوقة، بس احنا واحنا بنسلقها مش عايزين نهريها قوي عشان ما تتهرسش معانا، عايزينها تبقى ماسكة نفسها شوية. فهنحطها وهي متقطعة مكعبات كده في مية سخنة بتغلي فيها رشة ملح، واول ما تاخد البطاطس كده لونها هيغير بتطلعيها على طول، عايزينها تبقى ايه ماسكة نفسها. تمام، وياريت اول ما تطلعيها على طول تحطيها في بوله فيها ميه متلجه عشان توقف التسويه، فاهمين؟ عشان برضو البطاطس وهي لسه سخنه بتفضل مكمله تسويه مع نفسها رغم انك شلتيها من على النار، فاهمين قصدي؟ لكن لما تحطها في بوله كده فيها مثلا ميه ساقعه، مثلا ازازه ميه ساقعه من التلاجه كده، فضيها في طبق ولا حاجه، فساعتها الميه الساقعه هتقفل على البطاطس وهتخليها ما تكملش تسويه، تبقى مهريه معاكي، لان نعرف نقلبها وناكلها سلطه لازم تبقى ماسكه نفسها والا هتتفتفت. تمام، ومعانا بقى ايه؟ فلفل حامي مثلا، براحتك، عايزه تحطي فلفل حامي هيبقى ظريف، حبه صغيرين كده، فلفلايه حمرا متقطعه مكعبات صغيره. معانا توم، كميه التوم بقى كتيره شويه، يعني ممكن توصل لغايه راس توم، ممكن تستخدمي نص راس توم، هو التوم حلو بقى فيها مخلل بقى، فاهميني؟ ومعانا ربع كوبايه من عصير الليمون، يعني تقريبا 3 4 ليمونات حلوين كده معصورين. ومعانا كمان 3 معالق كبار من الخل، يعني ربع كوبايه من الخل، ومعلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ملح وفلفل، ومعلقه صغيره من الكركم، وشويه زيت زيتون بقى على وش طبق السلطه كده من فوق بس. ان شاء الله ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتنبسطوا منها قوي. هي حاجه سريعه كده مخلله بتبقى جميله، بدل ما الواحد بقى يبقى عمال يدور على حاجه يجيب حاجه مخلله تفتح نفسه منين، يبقى مش عارف. هنحط بقى الليمون والخل الملح والفلفل، ملح فلفل، هنحط الثوم، شويه فلفل حامي كده اخضر مش كتير بس عشان يدينا كده شطشطه المخلل، فلفل رومي احمر، الفلفل الرومي الاحمر بقى ايه يعني هيدينا كده لون ظريف، ومعانا الكمون والكزبره اهو، كمون وكزبره، ومعلقه صغيره من الكركم كده، وعايزين نقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. هو ده كده الصوص اللي ايه المخلل اللي احنا هنحط فيه البطاطس كده اهو. بصوا نقلبه بس كده كويس، ريحته خطيره، ممكن ازود الكركم شويه عشان اللون بس كده. والبطاطس بقى بعدين اخر حاجة نحطها قبل الاكل كده ولا حاجة، مثلا بعشر دقايق عشان بس ايه البطاطس برضو تبقى ظريفة معاكم، ولو قطعتي البطاطس مكعبات اصغر من كده هتبقى حلوة برضو، بس اهم حاجة ان انت تبقي شاطرة في تسوية البطاطس عشان ما تتهرسش منك وتبقى مهرية بس كده. خطيرة، هنديها بقى رشة بقدونس ومعلقة زيت بس نغرفها الأول في الطبق كده بس كده اهو. المنديل كده نروق الطبق نخلي شكله حلو، احنا لازم نروق الطبق في كل الاحوال، مش عشان انا معاكم في البرنامج مثلا فعايزاكم تشوفوا الطبق شكله حلو عشان ما تقولوش ايه ده الطبق ملحوس ده احنا في البرنامج، لا احنا لازم نعمل ده كمان في البيت. انا في البيت بعمل كده، اي طبق بطلعه لازم اهتم ان الاطراف بتاعته مترتبه ونظيفه وشكله يفتح النفس. تمام، خلينا متفقين. معلقه زيت كده، زيت زيتون، ورشه بقدونس كده في الاخر وبس خلاص. احلى طبق بطاطس مخلله خطير، عايز جنبه طعميتين وفول وسيبوني بقى، ياه خطير. ان شاء الله يعجبكم تجربوه. الحلقه خلصت،
عملنا اول وصفه مع بعض، الفطير الرول الشرقي. وصفه سهله جدا وبتطلع حلوه قوي قوي، جربوها وبالهنا والشفا. والوصفه الثانيه البطاطس المخلله، تفتح النفس جنب اي اكل ولذيذه جدا وسهله، ان شاء الله تجربوها. بشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.